ما نعرفش علاش، وخلتني نشوف لي سيليبريتي الكل كماتير متنقل. وانا ساهر عاد البارح يا وجوش قدامي فيديو كليب عنده ايامات ملي هبط نعمل بريسك 100,000 فيو في 72 ساعة، ما حاجه باهيه. اما بون نقولوا 100,000 سافا لو اي ثلاث ايام اي فوالا مشروع يوتيوب بروجي جديد، اما الفنان ماهوش جديد لك درجه. قلت علاش عاد ما نضيفوهاش حذانا وهكاك نرحبوا اليوم بالبيج ماما. الله الاسم نجلة التونسية، وهذا في حد ذاته ان لوغ فاردو كونك تبدا مارك ديبوزي وشطر اسمك يبدا دراب البلاد، معناها من نجلة الدنيا الكل انت الوحيدة اللي التونسية، دونك سافي ديل ان ريفيرونسييل، عبارة لهريسة معناها كي يقول مثلا ريون هذيك لهريسة التونسية، ما هذيك نجلة التونسية، وسبحان الله في التيتر نتاعها هذا تجمع بينها وبين لهريسة. هاك الباب حبيبي مالو حبيبي مالو حبيبي ذاق الحار والحركة في لسانو فوالا ذاق الحار والحرقه في لسانه، دونك التقى الاثنين والاثنتين ولا على كل ما الهريسه ونجله الهريسه ونجله. المهنه ما تبعدش ياسر، باش تعقل روحك كالكبار في المهنه نتاعها. تسمعنا نور ام وربيت دراري قريت كبر تحميد حلين غني طيار الاغنيه ريتمي ستيل جديد ياسر ام وربيت ذكرتك تو أم وربيت. دونك المهنه جاردوري الصفه صاحبت اكبر قلب من الفنانين الكل، خاطر تخليك تتفرج من الشباك وما تسهرش معاها عادي جدا، معناتها تعمل روحك نسمه وتتفضل تقصد ربي. نجله التونسيه نعتبروها قصه نجاح كبيره ياسر واجهه. اي نعم شوف معناها امتهنت الفن والغناء وهي من اصل 7 نوتات موجودين في السلم الموسيقي، عندها 7 ما همش موجودين، معناتها عباره نقول احنا جيتاره من غير كوردويت، والا عباره قلت لي بنومولوج نتاع اظافر، ولكن الا بيرسي دون لو ميتي ويعطيها صحه تنويه لهنا. وباش نذكروا العباد معناتها بسر نجاحها اللي هو الكليب العريق مع الحسن العباد، فيها ما يضر الكونسيبت بالغلط، هو اصلا الفنان كان الحسن في الكليب وهي بريفيو باش تشد الرفران، فصار خلط من بعد في التسجيل وخذت هي البروجي الكل، ولكن هذا الكل ما ياثرش معناتها على المستقبل مع نقولوا احنا الفنانه هذيا ان شاء الله بمزيد من التالق والنجاح. خلينا نرجع للكليب لهنا، خدمه جديده سي المهف صديقنا مهدي صغير اللي خدم تيتر خدمه مزيانه، ستيل جديد لا محاله، تصويره جديده شفنا بها المره هذيا نجله التونسيه. ما نعرفش كان عندنا تيتر والا لا ولا كان مقتطفات. انا نحبها راهو نجله بالحق والله نحبها برشا، ساعه انا تعاملت معاها شويه في مسلسل هكا تقابلنا، إلي تخي جنتي تخدم ما تحكي لك على حد شيء كان على الخدمة، مكياجها دنيتها اش نعملوش ما نعملوش كيفيه العمل العمل ثم العمل، وقاعدة قاعدة تنتج لا قاعدة تنتج بأمبوخ ترى الانتاج انت معناها اذا تحب ولا ما تحبوش تقبلوا ولا ما تقبلوش، لكن قاعدة تنتج كل مرة تعمل في حاجة كل مرة تبدل كل مرة تمس يعني هذا علاش لما حال اخترت باش نحكي عليه التيتر اليوم، ما حكيناش على نجلة التونسية اكاهو حكيت على تيتر اليوم على خاطر دو ان كونها معناتها اختلطت بالجينيراسيون الجديدة هذه فوالا الحقيقة وتوظيف والميكساج والارونجمون والبارول وكذا كيفاه شافوا فيه نجلة ولا سينما في سيدي هو بيه كيفاه كليب مزيان هي رايحة بلا غدوة نكلموه هي كلمه كان تحب نجلة التونسية زاد اما خرجت راي في ايماج جديدة الحقيقة انا راني خدمت معاها زاد هيومنمون انسان محلاها برشا برشا وربي عينها وربي عينها وراهي خرجت في 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 قالب جديد اللي بصراحة الغنية شكرا لك يوسف.